اهلا بكم. نقلة نوعية متميزة شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي من العالمين حتى السلوم ضمن سلسلة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية 2052. إذا هي خطة تنموية في الساحل الشمالي الغربي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 ملايين نسمة فضلا عن الارتقاء بالاوضاع المعيشيه والاجتماعيه عن طريق تطوير الشبكات البنيه الاساسيه في المنطقه. تشمل الرؤيه العمرانيه انشاء عدد من المدن الجديده المستدامه والذكيه من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحده منها استقطاب ملايين من السكان منها مدينه العلمين التي بدات الدوله بالفعل خطوات تنميتها كذلك مدن راس الحكمه النجيله جرجوب بالاضافه الى المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم الدولة وضعت مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي يمتد من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومتر يشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر تقريبا بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم. طفرة تنموية ضخمة شهدت المنطقة في كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ العام 2014 يعد مجال الزراعة واحدا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات منها المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي ومركز الإرشاد الزراعي في محافظة مطروح بتكلفة 25 مليون جنيه. وعلى مساحة عشرة ألاف فدان أقيمت المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية يضم ألف صوبة زراعية وهو ما يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية يعتبر مشروع الصوب الزراعية هو الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وأيضا تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية مع ترشيد استخدام الري في مجال الطاقه الكهربائيه نجحت الدوله في رفع قدره الشبكه الكهربائيه بمحافظه مطروح من خلال تطوير الشبكه في مقدمتها محطه الضبعه النوويه لتوليد الكهرباء بتكلفه 28.5 مليار دولار تعد المحطه اولى خطوات الدوله في تنفيذ برنامجها النووي الذي اصبح واقعا ومن مشروعات غرب مصر التنمويه مشروع القريه البدويه بواحد سيوه للاسر اكثر احتياجا والمدينه السكنيه بالضبعه في محافظه مطروح كذلك انشاء الحي اللاتيني القديم في مدينه العالمين الجديده. نفذت الدوله مشروعات اسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمه 295 مليون جنيه كذلك انشاء مدينه العالمين الجديده بتكلفه 2 مليار جنيه التي تعد احدى مدن الجيل الرابع وبوابه مصر على افريقيا. من الاهداف الاستراتيجيه لخطه تنميه الساحل الشمالي توفير 1.5 مليون فرصه عمل مع دمج المنطقه في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زياده مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. من اقل من خمسه في المئه حاليا الى سبعه في المئه فضلا عن تطوير شبكات البنيه الاساسيه وتعزيز علاقات التبادل ما بين المنطقه وباقي الاقاليم المحيطه وتهدف تنميه الساحل الشمالي الغربي الى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافه المشروعات التي تتبناها الدوله من اجل مستقبل افضل للاجيال القادمه شكرا لكم